موسم توريد الرز بدأ من شهر أغسطس، وده طبعا وسط يعني نسبة توريد مرتفعة تجاوزت تقريبا 80% حتى الآن حسب بيانات شعبة الرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات شهر أغسطس الماضي. والمساحة المنزرعة في مصر من عام 2017 وصلت لمليون ومئة ألف فدان، ووفقا لأرقام وزارة الزراعة الفدان الواحد من الرز بيستهلك 7000 متر مكعب من المياه سنويا بإجمالي 8 مليار متر مكعب سنويا. طبعا دي كلها يعني قراءات في أرقام خاصة بوزارة الزراعة محتاجة أكيد لتوضيح، وإحنا بنتكلم عن موسم توريد الرز وعن اجتماعات في وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اللجنة العليا للرز بيناقشوا فيها إزاي إحنا مستعدين مع الأرقام اللي ذكرناها دي إن إحنا نورد الأرز. الأرز هنا بقى حاجتين، الأرز الشعير والأرز الجاهز للأكل. لما بنتكلم عن الرز احنا عندنا حاجتين، اللي احنا بنتكلم عليه في موسم التوريد هو الأرز الشعير المحلي موسم 2018 اللي هو مش جاهز للأكل ولسه في مراحل بعد كده علشان يصل ليد المستهلك. برحب بضيفنا الأستاذ رجب شحاتة رئيس شعب صناعة الرز اتحاد الصناعات المصرية. أهلا بحضرتك أستاذ أهلاً رجب. أهلا بحضرتك. التعريف صح، الرز الشعير والرز مظبوط. الجاهز للأكل. احنا في الموسم ده بنتكلم عن الشعير، الرز الشعير. انا هنتكلم على الابيض، احنا بنورد لوزاره التموين من اغسطس زي ما حضرتك قلتي، بنورد رز ابيض، بنورد كل شهر 40,000 طن. ده مجهز ومعبأ، 1 كيلو بيروح للشركه العامه والشركه المصريه في المخازن بتاعتها داخل المحافظات نفسها، اللي هو بيتوزع مباشره على المواطنين. ايوه. بالنسبه للرز الشعير اللي اتكلم عنه السيد الوزير والاجتماع اللي حصل ده، المفروض ان هو هيتم لسه في 15/9 ان شاء الله، 15 سبتمبر لسه ان شاء الله. ايه الاشتراطات يا فندم المتعلقه بجوده الرز؟ ايه الضوابط لتوريد الرز؟ لا احنا بنورد التوريد من فتره كبيره جدا وهو شغال. يعني حضرتك التوريد من فتره كبيره جدا من الالفينات، واحنا بنورد رز لهيئه السلع التموينيه ومن قبل كده. الاشتراطات ان هي بتطلب مواصفات معينه، بتطلب كسر من 12% تقريبا، رز طبيعي ليس كامولينو، معبأ 1 كيلو، بيروح للمواطن سهل الاستعمال مباشره على طول. لكن كان في يعني سابقا كان طلبهم رز في وفي رز حر بيتورد اللي هو 5% كسر وبيزيد، ولكن ده بيتباع حر او بيتباع على نقط الخبز، وده بيكون بسعر ازيد شويه من الرز التمويني. الرز التمويني حاليا احنا بنورده ب 7.5 جنيه، وبيتوزع ب 8 جنيه على بطاقه السلع التموينيه. طيب سعر طن الرز اللي هيقوم الموردين بتوريده لوزاره التموين ده بالنسبة للشعير ولا الأبيض؟ الأبيض احنا قلنا ب7.5. تقول لنا بس هو أكيد الشعير، يعني بما أننا بدأنا الشعير نتحدث عن لسه الشعير المفروض أن وزارة الزراعة ووزارة التجارة الداخلية ووزارة المالية. هو كان 5500 يا فندم؟ لا لا، ده كان آخر تسعيرة للوزارة كان حوالي 3400 جنيه. 3400؟ اه، لكن السنة دي طبعا لحد الآن لم يتم تحديد الأسعار. متوقع إيه؟ ما اقدرش اتوقع لان هم هيقعدوا مع بعض، بس انا شايف ان الموضوع ده هيكون صعب، لان احنا زي ما حضرتك تفضلت وقلتي احنا كنا بنزرع من 2008، لما ابتدى الكلام عن تقليص مساحات كان اللي بيصرح بزراعته 1,076,000 فدان، وكنا في هذه الحاله بنزرع 2 مليون، يعني من متوسط من 1,850,000 ل 2 مليون كل سنه، الى ان السنه دي فوجئنا بقرار وزاره الري بدون اي تنسيق مع وزاره التموين او مع اي جهه تانية، طلعت تصريح بتقليص المساحات ل 720,000 فدان، وبعد كده مع شويه ضغوط من مجلس الشعب رفعوها ل 824,000 فدان، وزي ما حضرتك تفضلت وقلتي حصل تجاوزات ووصل لمليون و100 الف فدان. على فكره المليون و100 الف فدان، نوضح بس للسادة المشاهدين، انتاجهم حوالي 4 مليون طن ابيض،
واحنا عندنا فائض من العام المنتهي اللي هو محصول 2017 2018 عندنا ازيد من 500 ألف طن، يعني في حدود 4.5 مليون طن. الكمية دي شعير هتنتج لنا ابيض في حدود 2.8 من 10 مليون طن ابيض. احنا كل استهلاكنا بعد ترشيد الاستهلاك بتاعنا نتيجة رفع الاسعار وصلنا ل 3 مليون طن، والسنة دي من المحتمل ان يقل كمان، يعني عندنا الانتاج يكفينا. فيعني بنطمن المواطنين. عايز ارجع للسعر فضل. اللي حضرتك قلته 3.400، حضرتك قلت ده سابقا لكن السنه دي لما يتم تحديد سعر الرز، وهم كانوا بيتناقشوا في حدود وده ايوه اتفضل، كانت المناقشه في حدود 4500 أيوة. يعني 4000 جنيه و500 ولكن السعر لم يحدد حتى الان، لسه المفروض ان هيقعد وزير التموين ووزير الماليه ووزير الزراعه والمعنيين بالملف التمويني كله، بس انا مش عاوز وزاره التموين تعول على هذا الموضوع اطلاقا. يعني احنا يعني يا ريت وزاره التموين تمشي في الطريق اللي احنا ماشيين فيه، وهو استيراد المخزون الاستراتيجي اللي عاوزه تعمله، لان كان رئيس فيتنام هنا ووقع اتفاقيه مع السيد الرئيس لاستيراد حوالي مليون طن، وكان المفروض في خلال الاسبوع ده هوت تتم دراسه جميع الجوانب والاسعار، وحكومه يعني لقاء الحكومتين مع بعض هيكون في تدعيم او تخفيض في الاسعار نوعا ما بالنسبه للاستيراد. والمليون طن لو ان شاء الله ربنا وفق، وبالنسبه للتوريد الاسعار دي يعني ما عملتش اي يعني مشاكل للفلاحين، ما هددتش اي موسم للتوريد، يعني حضرتك شايف قري الاسعار دي ازاي؟ لا انا مش يعني هتكلم على اسعار الشعير، وهي لسه ما اتحددتش، فما ينفعش ان انا يعني افتي فيها حاليا. تمام، هي لسه ما اتحددتش. لكن الاسواق بره حاليا بس حضرتك شايف انه حتى الاسواق الاخيره الأسواق ما كانش فيها مشاكل. الاسواق بره حاليا او القطاع الخاص النهارده اللي هو بيورد للتموين بيشتري الرز النهارده الرفيع الحبه اللي هو ال 178 ايوه 4700 و4800 جنيه، والرز عريض الحبه اللي هو بيعبق وبيباع حر وبيباع للشركات داخل الاسواق النهارده بيعمل 5200 و5300 جنيه في بعض المناطق، او حسب نوعيه المحافظه المنتجه للرز اساسا، لان في محافظات بتنتج رز عريض بيصفي او بيجيب ابيض يعني انسب شويه لصاحب المضرب عن بعض محافظات اخرى. فهنا يعني بيتراوح السعر من 5100 لما 5300 جنيه حسب المحافظة وحسب المنطقة نفسها. لما يكون في فائض، يعني ايه فائض؟ يعني لما يكون في فائض في الانتاج برضو ده بيبقى له اي انعكاس على السعر؟ ما احنا يعني احنا هنا مثلا دي يعني انا هكلم حضرتك وحضرتك تصحح لي وتوضح لي، اكيد حضرتك ادرى واعلم، لما يكون في فائض علي السعر؟ يعني فائض السنة اللي فاتت ده مش بيسمح ان ممكن نسبة شوية على السعر، ممكن لو هنعلي السعر نعلي بنسبة بسيطة، ولا هو ملهوش اي علاقة؟ انا الاشاعات عندنا في مصر بسم الله ما شاء الله يعني بتسري يعني بسرعة رهيبة جدا جدا، يعني مجرد ان السيد وزير الري طلع وصرع التصريح، مع ان ما اعرفش وصرحوا ليه في شهر 2، مع ان زراعات الرز بتتم في شهر في نهايه شهر ابريل وشهر مايو واول شهر مايو، الا ان هو طلع تصريح في شهر فبراير، وهو لو ما صرحش خالص ما كانتش الدنيا اتقلبت برضك. وحتى لو عاوز يصرح صرح بايه يا فندم؟ صرح بتقليص مساحات الارز. وهو يعني انا يعني المفروض ان في تنسيق بين وزاره الري ووزاره الزراعه وبين وزارة الزراعة ووزارة التموين، ده المفروض، إلا أن التنسيق هي مش الدولة من حقها أنها تحدد متباعد الزراعة، ما تحدد تحدد، بس المفروض أن هو قبل ما يحدد بيشوف التموين. يعني الرز كان كتير جدا وكان مناسب جدا، وكنا بنورد ب 6100 جنيه للطن معبق 1 كيلو وزارة التموين، من لحظة تصريح السيد وزير الري خلاص الرز اختفى، وقلنا للناس كتير ان الرز موجود في مصر وان ما تخزنوش رز، الا ان الناس تهتف
على تخزين الرز، وفي ناس خزنت لمدة 5 6 أشهر، يعني شهر واحد كنا المطلوب من المضارب إنتاج 6 أشهر، نص سنة إن احنا نجيب رز وننتج عشان خاطر نكفي. ولذلك ارتفع رز الشعير. الكميات الناقصة مين مسؤول عنها؟ مين مسؤول عن تغطية الكميات الناقصة من الرز؟ قطاع حكومي ولا قطاع خاص؟ الرز حضرتك كان موجود داخل البلد وكان متوفر جدا جدا. بعد التصريح الرز اختفى، العالم تصورت ان الدنيا خلاص انتهت في الرز، وده اللي عنده رز، واللي ما عندوش رز او المستهلك تصور ان ما عادش هيشوف الرز المصري. وحصل تسارع، بقول لحضرتك احنا بعنا ما يكفي لمدة 6 أشهر، بعناهم في شهر واحد. عشان كده الرز ارتفع، الشعير من 4000 جنيه وصل 6000 جنيه. وقلنا للناس كتير الرز موجود والرز هيتخفض، ولذلك بعد ما الناس شبعت رز وكله انبسط، حضرتك الرز نزل تاني ل 4500 و 4600 جنيه. هيتكرر نفس القصة السنة دي. هتتكرر لا رجع. الناس هتتصور ان مفيش رز، والناس هتتصور ان الدنيا ما عندناش رز. احنا عندنا رز يكفينا لاكتوبر 2019، نفس اللي حصل السنه اللي فاتت مش عاوزينه يتكرر. وعشان كده انا بناشد وزاره التموين والدكتور علي، يعني راجل متفاهم جدا 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 وبذلل لنا جميع العقبات، بقول له يا دكتور سرع لنا باستيراد كميه مخزون استراتيجي وليكن المليون طن اللي اتفقتوا عليه، ولو ما وفقتوش في رز في دول العالم كتير جدا، جميع دول شرق اسيا بتتمنى ان احنا بتعرض علينا اسعار، بتعرض علينا رز. في رز من فيتنام؟ في رز في فيتنام، وفي رز في الصين، وفي رز في روسيا، وفي رز في الفلبين، وفي رز في الصين. بتتصرفوا ازاي بما ان حضرتك بقى ذكرت الشائعات مع الشائعات الخاصه بالرز اللي من الصين تحديدا مثلا؟ يعني ده يعني حضرتك بتقول انها واحده من الدول اقرب رز للارز المصري العريض الحبه اللي احنا كلنا بنحبه هو رز الصين، واللي هو فيه بعض الشركات القطاع الخاص اللي استوردوا 38 ألف طن، وحصل على المركب يعني حضرتك ما لم يحدث في اي دوله، وحطوا المركب تحت حراسه مشدده، ولدرجه ان بقوا يجيبوا الرز ويولعوا فيه كده متصورين ان الرز هيولع، ودخلت معامل، وفي النهايه خلص صرحهم بدخول الرز لانه رز طبيعي، ما فيش حاجه اسمها رز بلاستيك. وقلنا كتير طن البلاستيك، اقل طن بلاستيك ب 30000 جنيه، طن الرز ب 7000 ل 7500 جنيه. مين عاقل هيجيب طن البلاستيك عشان يعملوا رز ويبيعوا؟ في ضوابط للاستيراد طبعا. طبعا يا فندم. انا هرجع للسعر برضو مره اخيره، يعني حضرتك قلت لي لسه السعر الجديد ما تحددش. لسه يا فندم. طيب ما هو تاخر السعر او عدم تحديده سريعا ممكن، او يعني ده بيحصل ان التجار يبتدوا زي ما حضرتك بتقول بيحصل تهافت، اذا ما حصلت اشاعه انه ما فيش رز هيحصل تهافت لما السعر يتاخر من قبل التجار، هم اللي ممكن كمان يسحبوا كميات كبيره من الرز. هو سواء في قلق كده، ما هو السعر ما ظهرش، هو سواء الدوله تاخد او التجار تاخد ما فيش اي مشكله، احنا كلنا مصريين وكلنا داخل الرز محصور داخل جمهوريه مصر العربيه، ما فيش تصدير. وإذا كان هناك بعض يعني ثغرات بسيطة جدا جدا لبعض ضعفاء النفوذ، بيتم تهريب كميات بسيطة جدا جدا لا تذكر. فالرز داخل جمهورية مصر العربية سواء عند القطاع الخاص أو عند القطاع العام ما فيش مشكلة، لكن إحنا لما يبقى وزارة التموين عندها كمية مخزون استراتيجي، ده هتخلي أي ضعيف من النفوس حضرتك أو أي شخصية عنده طمع هيتخليه يفكر مليار مرة قبل ما يخزن الرز. طيب خلينا ناخد الفاصل ونرجع ونعرف ايه شروط التخزين، تخزين الرز. ابقوا معنا.